للضيوف الكرام الذين حشوا لهذا المهرجان العزيز في هذا اليوم الذي يصرف تظاهر لا تقل أهمية عن هذا المهرجان، وهو المنتدى الإفريقي الاقتصادي لفاس الناس والمنتخب من دول المنتخبة والصديقة مع مدينة فاس. بمناسبة نرحب بجميع الضيوف الوافدين على مدينة فاس ونفخ بالذكر رئيس جمعية الغرف الإفريقية والفرنكوفونية سيتري سيتري أغير منتخبين المغاربة بفرنسا رؤساء الغرف بكل مكتب إفريقيا وفرنسا وإسبانيا وأوروبا بصفة عامة أعضاء غرف التجارة والصناعة بمدينة فاس بعد رأسهم السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدينة فاس، كذلك التقييم نحن في هذا المقام وفي هذه الجامعة وفي هذه القاعة العديدة، فأجعل الخطوب السادة والرئيس مقاطعة جماعة فاس، بل نحن في حماكم كيف يقولوا الناس يقولوا الناس في العيسوى جيلهم يا أهل الوفاء جيلنا حاصلين سوى على القدم كنتم يا أهل الوفاء بجود والدرع وجمعت فاس دائما تجود. إذا وجود جماعة فاس هذه المرة هو في هذا المهرجان الوطني للتراث والفن العيسوى في دورته الأولى. هذا المهرجان الذي راح يكون هذه السنة وولادته كانت عسيرة، ولكن بدعم لجماعة فاس رئيسا ومكتبا وقيس الثقافي فهذا المهرجان رأى النور، أصفق له جميعا. الدورة هي استشعار الفن العيساوي ذوق الوطن، ويجب لما اختارت لها عالم من أعلام الفن العيساوي هو المرحوم حاج بني بوزوكا. شركاءنا في هذا المهرجان وهي الجمعيات سادات الحاملة للمشروع والتي منذ سنتين وهي تنادي وتطرق الأبواب وتم الاستجابة. نشكر الجمعية الفاسية للطريقة العيساوية وبالأسف الحاج عسكري الطاهر ونتمنى له الشفاء. الفنون الشعبية برئاسة الحاج سعيد بيشي ورضوان الفن العيساوية برئاسة سعد عرب السوس، فمشكورين هذا المجلس كلهم حاضرين معنا وله جهدهم أكثر لفتح هذا المهرجان. يقول شيخ الطريقة لمحمد كامل عيسى طريقة له لا تدخل في قلب القاصد ولا في جسم العاصي ولا في عقل الجاهل ولا في ضرب بالقياس ولا هي خارجة عن الكتاب والسنة، بل هي حكمة عليا وموهبة قوية على السنة والقياس ومصافة على أثر الأنبياء والأولياء. فهذه الطريقة هذه يعني كنشكر شيوخ طريقة أحباب الشيخ كامل اللي حضر معنا ونشكر الفرق التي صارت هي على هذا المهرجان من فاس ومن فاس. كلمة السيد رئيس جماعة